راح نتعلم كيف نعمل حساب في بنك بيرفكت ماني. طبعا بنك بيرفكت ماني من اكتر البنوك المشهوره في عالم الاستثمار على الانترنت بشكل عام. اول حاجه بنتوجه لموقع بيرفكت ماني، طبعا بدنا نفوت على ساين اب. امور تسجيل اعتياديه جدا. الاكونت نيم اللي هو اليوزر نيم تبعك، مثلا بدي اسميه وجدي. الفول نيم، الفول نيم اللي هو الاسم الثلاثي تبعك. السيتي، حط المدينه تبعتك، مثلا انا غازا. الادرس، العنوان تبعك اللي هو مثلا السلام ستريت، حط الشارع تبعك. شو اذا كانت اختار البلد تبعك، فلسطين موجوده فيها طبعا. فلسطين. البوستر كود تبعك اللي هو 9702 مثلا. الايميل تبعك، تكتب الايميل بشكل اعتيادي. الفون تبعك، تكتب الرقم الجوال. احنا بالنسبة لنا في فلسطين 970 المقدمة او 972، مفيش مشكلة. تشوز ذا اكونت تايب اوف يور نيد، اللي هو تختار الحساب تبعك. احنا راح نختار بيرسونال طبعا لانه بزنس بيحتاج امور معقدة شوية. باسوردك، تكتب الباسورد تبعك وتعيد تكرر الباسورد كمان مرة، وتكتب كود الكباتشا اللي هو موجود هنا، وتحط I agree with terms and conditions، انه انت موافق على الشروط والامور تبعتهم. بعد ما تسجل راح تجيك طبعا رسالة على الايميل تبعك. انا في عندي حساب في البيرفكت ماني، نرجع بس ثواني. بيبعت لك ID، الID هذا طبعا هو اللي بتسجل تعمل لوجن من خلاله، تمام، وتحط الباسورد اللي انت كتبته بشكل اعتيادي. بعد هيك بتفوت على الحساب تبعك. الحساب تبعك هي زي ما انت شايف بكون هيك، في عبارة عن 3 محافظ. المحفظة هذه محفظة بيتكوين بتكونش موجودة، في إمكانية أنت تضيف محفظة البيتكوين. المحفظة الأولى اللي هي هذه خاصة بالذهب، والمحفظة الثانية زي ما انتم شايفين أول حرف برمز للجولد مثلا، الحرف الثاني اللي هو اليو للUSD الدولار، والإي هذه محفظة اليورو، تمام. وبكون رصيدك متاح زي ما انتم شايفين هنا، أنا رصيدي 00. لو بدك تعدل في إمكانية تروح على السيتنج هنا تعدل الأشياء اللي أنت بدك إياها. بالنسبة للسكيورتي تبعك هذا الخيار بكون مفعل تلقائي. الSMS لوجن اللي هو تجيك رسالة على الجوال لما أنت تعمل لوجن. طبعا كل خدمة من الخدمات هذه أو الخدمة هذه بشكل خاص يعني بشكل مدفوع في الموقع، لازم تدفع عليها شهريا على ما أظن 10 سنت حاجة زي هيك. الكود كارد هذه بديك أكتر من كود، مجموعة من الأكواد بتسجلها أنت عندك مثلا، تحفظها في دفتر، ولما أنت بدك تعمل ترانزاكشن ترسل أو تستقبل أموال بطلب منك كود من الأكواد هذه، فأنت بتحطه. إذا حطيته صح بيتم الإرسال والاستقبال تبعك بشكل صحيح. ال API هذه خاصة بالمطورين، نحن مش معنيين فيها، تمام. نيجي للسند ماني، مثلا بدك ترسل أموال، ترسل أموال من محفظة. طبعا هو هنا مش مديني الخيار لأنه أنا كله صفار عندي، من محفظة لمحفظة في نفس البنك. مثلا صديقك عنده حساب في نفس البنك وبدك تبعت له. الكرنسي اكستشينج اللي هو التغيير او تبديل العملات اللي هان، مثلا بدي اغير، انا معي $، وبدي احط $اللي معي في محفظة اليورو، طبعا في عمولة على الاشياء هذه. الديبوزيت، انا بدي اضيف اموال في الموقع او في الحساب تبعي، في عندك كذا خيار، الاضافة، البنك واير، الإيفيتشار، هذه السيرتيفيت بارتنرز، البيتكوين، والسيرتيفيت اكستشينج. الخيار يعني المتداول هو البيتكوين. الويذدرو نفس الخيارات الموجودة في الديبوزيت، هي نفسها تقريبا اللي في الويذدرو اللي هي في السحب. الستيتمنت اللي هي العمليات اللي تمت على الحساب تبعك، يعني من الفيو ستيتمنت مثلا في اي حساب بدك تشوفها، مثلا في حساب $. بالنسبه لي طبعا بديك خيارات اللي هو هاي الستيتمنت اللي تمت مثلا في الموقع في الحساب تبعي. الاناليتكس اللي هي التحليلات تبعت الحساب. الهيستوري ايش الاشياء اللي صارت اللي قاعده بتصير هالوقت، مثلا انا عملت لوجن على الموقع، بنكتب هنا انه تم الدخول الى الموقع في الساعه كذا كذا وكذا. طبعا في الاخير السيتنج هنا في امكانيه تعدل على البيانات تبعتك. بالنسبه للاكونت فيريفيكيشن، الاكونت فيريفيكيشن البيرفكت ماني بتميز انه انت ممكن تشتغل عليه وهو حسابك مش مفعل، ولكن في شغله، اذا انت بتشتغل على الحساب تبعك وهو مفعل بتم خصم 1.99%، هذه عموله، يعني تقريبا 2% عموله على كل مثلا ترانزاكشن انت بتعمله او كل ايداع او سحب، تمام. لكن لما يكون الاكونت تبعك مفعل بياخد 0.5%، مش 2، بياخد 0.5%. عشان تفعل بدك تروح على الفيريفيكيشن هنا مانجمنت، تفوت عليها، وهنا بكون مديك خيار بدك تفعل 3 اشياء. الشيء الاول اللي هو النيم فاليديشن، بده يتاكد من الاسم تبعك من خلال هويه او باسورد او درايف لايسنس، درايفر لايسنس اللي هي رخصه القياده. بكون عندك خيار زي هيك اللي هو البراوز، تتصفح انت وبترفع الملف اللي بدك اياه اللي هو صوره الهويه وصوره الباسورد، وفي غضون تقريبا من يوم ليومين بردوا عليك. بالنسبه للادرس فاليديشن، بده يتاكد من العنوان تبعك، بدك ترفع الوثيقه باسمك، مثلا فاتوره كهرب او فاتوره ميه وفاتوره انترنت، ولازم هذه الفاتوره يكون في عليها ختم من جهه رسميه. بعد ما يقبلوا هذول الطلبين اللي هو النيم والادرس تبعك ويصير الاثنين فيريفايد، راح يفتح عندك خيار اللي هو الفون فاليديشن اللي هو تفعيل الجوال تبعك. طول ما هذول الاثنين مش مفعلين مش راح يفتح هذا الخيار عندك. هذا الموقع بشكل عام يعني موقع مفيد جدا وممكن تستفيد منه، وراح يلزمك اكيد يعني في الاستثمارات على في الانترنت بشكل عام. يعطيكم العافيه.